أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسدت انظر اليه واذا وجهه تلالى نورا كان البدر في ليله تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كان رائحه جد رسول الله فقلت نعم إن جدك أطعت الكساء فاقبل الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وجاء بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نعم الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء غزا بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل: يا رب من تحت الكساء؟ فقال الله فقال عز وجل: مال بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي العلي. قرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مرعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قضى عليكم. يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي: نزل الله فزنا وفاز شيعتنا برب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بلق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مأموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وغزى الله حاجته. فقال علي: نزل الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالم وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أئمة الهدى
ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل